خير البنات، كيف نتوما؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. لقيتوني الله فقط مع بنتي ما كايناش، وراجلو خرج بكري وغادي يتغداو على برا، وبنتي اصلا ما جداتها. بقيت بوحدي قلت علاش غادي نفيق بكري، يعني الساعه اللي راسي نفيق فيها غادي نفيق فيها. يلا لبست عليا، غادي نمشي ندير واحد صغرى ميني صغرى هنايا في السوبر ميركادو، وقلت علاش ما نديرش معكم هذا الميني بلوك هذا، نديكم معايا حتى نتوما تسخروا معايا. ان شاء الله فاش غادي نرجع للدار غادي ننزل لكم واحد الوصفه ديال الهالات السوداء تحت العين، وكذلك ديال العينين اللي كيكون فيهم الانتفاخ. هذه الوصفه ترى من اختصاصيين كينصحوا بهم، ساهلين بزاف بزاف، فيهم مكونات اللي كاينين عندنا في الديور ديالنا كاملين بيناتنا. بلا ما غادي نطول حنا الهضره هنايا في الدار، يلا غادي نخرجوا. تشفي الجوع، في واحد الجوع ما نعاودش لكم. النهار اليوم ما عرفنا واش مشمش ولا ممطر ولا مغيم ولا المهم. البنات انا السوبر مارشي دائما فاش كنمشي ليه كيخصني دائما ندي معايا الطوموبيل، علاش؟ واخا هو جا حدا الدار لاصق حدا الدار، ولكن كنبغي ندي الطوموبيل معايا باش يلاه كنشري ديك الصخره. كيعجبني نشد داك الكارون، بقى ندوز من هنا لهنا ونشوف شنو كاين هنا وشنو كاين هنا، وهز هادي وهز هادي. دابا ما نقدرش لان ثقل بزاف بزاف، ما نقدرش على هادشي كامل نهزه في دقه واحده، غنشري غير داكشي اللي مهم واللي انا محتاجه فيه، وغادي نرجع للدار. عوض باش نضرب الدوره من الباب، على الباب جا في جهه اخرى، دخلت لهم من الباركي تشعيت من الباركي حسن صافي. كنشوف فيا ملي داخله من الباركي. كيما البنات كيفما انا هنا هنايا، قلت علاش ما غاديش نشارك معاكم شي منتوجات انا كنستعملهم من هنايا، رخاص بزاف بزاف بالنسبه للبنات اللي ساكنين في اسبانيا ما عارفينهمش، ايوا واللي هما عندي في الدار يعني بلا ما نشريهم يعني بلا ما نشريهم عاود حيتاش عندي في الدار. المهم نصورهم لكم هنايا. بالنسبه هذا، هذا واحد الصابون داير بحال الصابون البلدي، بحالو بحال الصابون البلدي اللي كاين في المغرب. هذا كيزول كاع لي طاش في الحوايج، هذا كتستعملو الحوايج كما كانوا. انا كنستعملهم بواحد الشيته ديال السنان، وكنفرك بهم ديك الطاش بلا ما نفزقها، كنديرو فوق ديك الطاش وكنفركها شي حاجه بشيته السنان، ومن بعد صافي كنلوحها في اللافادوره يعني في ماكينه ديال الصابون كنخليها كتصب. عاود البنات عندكم هذا صابون اسكاماش كما كتشوفوها، هو راه جبتو هذا دائما ما كينقصنيش هذا في الدار، دابا تقاد ليا غادي نعاود نشريه. كما كتشوفوا هذا كتستعملوه مع الماكينه ديال الصابون، ولا كتستعملوه مع الماكينه مع الحوايج كما بغيتو، كيزيد كيخرج لي طاش حتى هو. كديروا فيه غير واحد 10 غرام بحال هكاك، ما كديروش فيه بزاف، وكتخلطوه مع الصابون ديال الماكينه وكيخرج الحوايج واعرين. انا كنديرو مع الحوايج، انا ما كنديروش في بلاصه فين كنلوحو الصابون ديال الماكينه، انا كنحل وكنخشيه مع الحوايج ديريكتوم. هذا داك الامبينطادور، هذا كنستعملو بزاف بزاف، هذا كنشريه للحوايج. هذا دابا غادي ناخذو نيت، لان اللي كان عندي مشيت خليته في الطوموبيل، مشيت هذيك المره نغسل الطوموبيل ديالي وديته باش الريحه كتبقى زوينه في الطوموبيل، وهادي خليته في الطوموبيل. دابا الاخر حتى هو باقي جديد، غادي نخليه للطوموبيل، وهذا غادي نشريه غادي نخليه للدار. انا خديت هذا كما كتشوفوا، هذا اليمينا مانشاس ديلوس دينتس، والثمن ديالو رخيص بزاف بزاف، هو اورو 95 يعني ماشي الثمن اللي هو غالي. بالنسبه للمنتوجات اللي كنستعملها هنا ديال ميركادونا، انا غادي نوريهم لكم، غادي نوريكم كامل زعما هادشي، نوريكم انا الحاجه اللي استعملتها والحاجه اللي كنشوفها زعما فيه لان واعره مفيده، فهمتوني؟ هذه هي اللي غادي نشارك معاكم. وين وينو كما كتشوفوا انا هذه هي اللي كنستعمل، هادو فليك خيم فليك خيم، انا كنستعمل هذه، هذه زوينه بزاف بزاف، كتخلي واحد الريحه رائعه في الجسم. في الجسم ها انتما كما كتشوفوا، تخلي واحد الريحه رائعه في الجسم، والثمن ديالها في هذا الاورو ماشي غاليه. هذه كنستعملها، هذه من هذوك اللي كنستعمل. عندكم الجيل ديال الالوي ويرا طاميان، هذه الزيت ديال الالوي ويرا استثمر، هذا الجيل ديالو. وبالزيوت اللي كنستعمل كيحمقوني بزاف بزاف، كنستعمل هذا ديال المنداس، هذا عندي خصني نشري هذا، هذا ما غاديش نشريه دابا ما محتاجاش به اصلا، خصني نكمل بعدا دوك الزيوت ودوك الكريم ديال الجسم اللي عندي في الدار، وعاد غادي نستعمل هاد هاد الماركه هادي واعره. من بعد منين كتسالي من الدوش كدوشوا قبل ما كتنشفوا راسكم، كديروا هاد الزيت هذا وصافي، كتنشفوا بالطوايه وصافي كتخرجوا. بالنسبه لهادو، هادو اللي كيعطيو البرونسيادور، ما نعرف علاش كيبان الضوء في شكل هكا في لاكام، هو نورمالمون ما كاينش فيه ديك
ما فيش ما عارف علاش كيدير بحال هكا ربوينا. بالنسبه لهنايا كما كتشوفوا دايرين هذوك لي كريم اللي هما ديال ديال ضد استرياس ولا شي ديال سيلوليت وهادي، انا هادو ما كنستحقهمش بهم صراحه الله، واخا كيبانوا الاسمنه ديالهم طال. السيلوليت كيبغيو انكم تستعب كيبغيو انكم ديروا الرياضه، ما كتحيدوش من دون الرياضه. وبالنسبه قبل ما كيخرجوا فيكم الشراطي، هاد ها اسيد دروس موسكيطه راه ماشي غالي بزاف بزاف، واعر عندهم هذا 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 راه الثمن ديالو جد زوين. واللي كنت كنستعمل انا قبل ما نولد بنتي فاش كنت حامله بها. من المنتجات اللي كاينين انا دابا خديت هادو، هاد الكبسولات هادو راه في اورو 50، الثمن ديالهم ماشي غالي. وخديت هاد الماسكاري هادي كاين، هادي جهه ديال الصبايا، انا الصبايا ما كنشريش من عندهم صراحه، كنمشي كناخذ من الكامبو هي فاش كناخذ الصبايا، ولا كنمشي للمحلات اللي كيبيعوا فيهم الصبايا. وبالنسبه للقلم هكا ديال العينين هادشي كامل ديال الروسي، وهادي راه كاين فيهم اثمنه اللي هما زوينين بزاف بزاف. انا صراحه الله ما كنستعملهمش، لان كنت استعملت المنتوجات هادو ديال كاريفور وضروني في عينيا، كانت عندي الحساسيه ومرضوا لي عينيا دوزو شهور بزاف بزاف. من ديك الساعه ما بقيت صافي كنستعمل هاد كاع اللي كيخص العينين، مثلا الريمال عندكم الروسي، ولا عندكم مثلا الشرطه، ولا قلم ديال العينين ما كنستعملهمش من هنايا، كنمشي كنشريهم لوريال ولا المهم كنشريهم بحال هكا، كاليتي اللي هي زوينه. كنبغيش نغامر بالعينين ديالي سورتو عندي فيهم حساسيه. فين بالنسبه للبنات هذا هذا اللي كتشوفوا هذا كيتستعمل من مورا ديبيلاسيون، يعني فاش كنزولوا الشعر من مورا. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، هاد الماركه هذه راه كاين فيها واحد اخر ياكو، هو كيتستعمل بحال اناست وكي. غير بغيت نوضح لكم البنات اللي حداهم اللي سوبر ماركت وميركادونا كيزولوا الشعر، ما بغاوش يكون فيهم الحرق ديال الاساغ، فاش كيكونوا تيديروا لاساغ. كاينه واحد الماركه بحال هذا، ولكن كيدار قبل ما تحيدوا الشعر، هو كي بحال كيبنج الجلده، وهذا كيدار من بعد البنج. هذا ما غادي محتاجاش فيه صراحه الله، محتاجاش فيه، بغيت الاخر ولكن كيبان ليا في هذا الميركادونا هذا اللي حدايا ما كيجيبوش. انا ما زدت صورت لكم جيل الكريم، دابا نوريكم شنو خديت هنايا مع كاين الناس هنايا واش بغاو يتقداو الحشمو يدوزوا قدامي حتى كنسجل صافي، وانا نحبس من السجال. غادي ندوزو دابا الوصفه. الوصفه ساهله، فيها جوج انغريدينتس، يعني جوج مكونات كاينين عندنا في اي دار كاينين، بلا ما تشريو وتضيعوا فلوسكم في لي تريتمون اللي هما غاليين. من ناحيه الكريمه زعما كنقصد انا كريمات اللي هما غاليين كيكونوا فيهم هاد المكونات، واحد من هاد المكونات كلشي راكم عارفينه اللي هو الخيار. الخيار راكم كما كتعرفوا كيحيد يعني الهاله السوداء تحت العين، ها هو الخيار كاين هنايا. اولا غادي نستعملو، ولا غادي نزيدو عليه، غادي نزيدو عليه البطاطا. البطاطا البطاطا زوينه واعره بزاف بالنسبه للتصفيه، كتحيد ليطاش من الوجه، وكتخفف من ظهور ديال هاد الانتفاخات تحت العين، وكتحيد وكذلك هاد اللون الاسود اللي كاين هنايا تحت العين. دابا اللي غادي نديروه هو غادي نحكوهم مع بعضياتهم، انا غادي نحكوهم مع بعضياتهم بحال واحد العجينه، وانا غادي نوريها لكم كيفاش خصاتكم هاد العجينه. دابا هنا غادي نحكوهم وانا غادي نرجع لكم. اذا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا، ها نحكيت البطاطا مع الخيار كيف ما كتشوفوا هكا، خصهم يبقاو بهذه الطريقه هذه، يبقاو هكذا يعني ما يبقاو لا رقاق لا غلاظ. غادي نشد هذا الخيار وهذا البطاطا، غادي نخليهم نديرهم في فريغو لتحت، ما نخليهمش تيتجمدوا، ولا نخليهم بعدا في الثلاجه. مع دابا انا غادي نستعملهم بالليل، لا غادي ندير نخشيهم بالفريغو باش الله يبردوا ليا دغيا، وديك الساعات غادي نشدهم بهذه الطريقه هذه، وغادي نحطهم فوق العين ديالي مده 15 دقيقه ولا 20 دقيقه فقط. ما كتشوفوا هكذا بهذه الطريقه غادي نديروهم، ولكن حتى تكون البشره ديالنا نظيفه ويكونوا باردين. ما تنساوش بان خص تكون هذه الخلطه هذه بارده بارده، لان هذاك الشيء علاش كتزول الانتفاخ، وفي نفس الوقت كتحيد بشويه بشويه هاد
الكحول هي اللي كتكون عندنا تحت العين. الحاجه الوحيده اللي خصكم ديروا خصكم تداوموا عليها يوميا، راها فعاله وغير جربوها ودابا تشكروني عليها. جربوها ما غادي تخسروا حتى شي حاجه وغادي تشكروني عليها. بالنسبه للخلطه التاليه انا كنت غادي نديرها لكم، ولكن ما لقيتش داك المكون زاد لي عندي هنايا وما لقيتوش، كون عرفتها ما كاينش عندي راه كنت غادي نمشي نشريه وغادي نطبقها قدامكم. مي ماشي مشكل، كنت نيت غادي نديرها بيدي لراسي، ولكن ماشي مشكل، غدا ان شاء الله غادي نمشي نشري ونديرها. الخلطه الثانيه هي البنات غادي تشريو شاي البابونج، الشاي ديال البابونج غادي تشريو وغتعملوه في المطايب، غادي تخليوه حتى كيطلق بحال داك لي بطون راكم عارفين كتشريوه، غتخليوه حتى كيطلق وديك الساعات غادي تحيدوه وغادي تخليوه داك الماء يبرد، وغادي تشدو من داك الماء واحد ربعة ديال المعالق ولا خمسة كبار، ومن بعد غادي تزيدو عليهم الياغور. الياغور طبيعي يكون سائل، غادي تزيدو على هذاك الشاي البابونج وغادي تخلطوهم يكونوا كاملين باردين، ما تنساوش يكونوا كاملين باردين. من بعد غادي تشدو القطن اللي كي دائري اللي حنا كنمسحو به المكياج، وهادي غادي تعمروه بداك الشاي وبداك الياغور، وغادي تحطوها هكا كماسكارية. الياغور كيبيض البشرة بزاف 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 بزاف. مهم كنبغيكم بزاف بزاف. وبالنسبة للبنات اللي ما كيعرفونيش وأول مرة كيشوفوا القناة ديالي، إذا بغيتو اشتركوا مرحبا وألف مرحبا، وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس لتواصلوا بكل جديد، خليوا لي واحد لايك دعموني به إذا حبيتو. شكرا 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 بزاف بزاف على الحضور ديالكم، وكنرسل بزاف ديال البيزوات كبار لخواتاتنا في المغرب وفي الجزائر المتتبعات ديالي الاوفياء. شكرا على التتبع ديالكم وعلى الحضور ديالكم وعلى المسانده ديالكم الكبيره، كنبغيكم بزاف بزاف، كنموت عليكم، حبكم بزاف بزاف، تهلاو ليا في راسكم، وحتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.